من دبلوماسي إلى عضو فاعل في تأسيس أكبر قطب معارض في الجزائر. عبد العزيز رحابي ضيف رواق سياسي. أهلا بك سيد رحابي وشكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا. أهلا بك. بداية نبدأ مباشرة من رسالة أحمد طالب الإبراهيمي اليوم، يعني قبل ساعات فقط، نقرأ لك بالحرف الواحد نقطة من بين النقاط: دعا إلى الجمع بين المرتكزات الدستورية في المادتين السابعة والثامنة وما يتسع التأويل فيهما على اعتبار أن الهبة الشعبية استفتاء لا غبار عليه حسب أحمد طالب إبراهيمي، وبعض المواد الإجرائية التي تساهم في نقل السلطة دستوريا. هنا سيد رحابي، هل هي دعوة إلى تجميد الدستور الحالي وتبني إعلان دستوري لمخرج بين الحلين السياسي والدستوري في رأيك؟ هو أصلا هذا الإشكال طرح بعد 2 أفريل، بعد المدى 102 طرح من طرف، أنا طرحت هذا الإشكال في 3 أفريل، ثم طرح من طرف في بيانات تاع المعارضة. أن المدى 102 تسمح لك باش تخرجي من الوضع تاع الانسداد اللي كنت فيه، ولكن إذا ما تتكاش على مبادرة سياسية، إذا ما تسندهاش مبادرة سياسية، إذا ما تكونش مؤيدة من طرف الطبقة السياسية والشخصيات المستقلة والجزائريين اللي يخرجوا بقوة، ستزيد تخلق انسداد ثاني. إحنا في الانسداد الثاني، في الباب الثاني من الانسداد، ما إحناش في المادة 102. إحنا الدستوري لازم يفتي في هذا الإشكال. هل هي دعوة؟ نتحدث بصراحة، هل هي دعوة إلى تجميد الدستور الحالي وتبني إعلان دستوري جديد يجمع بين الشقين السياسي والاقتصادي؟ أعدت السؤال لتكون إجابة. هو أصل الإشكال إشكالية المدى 102. نعم. المدى 102 قلت لك كانت استعملناها باش نخرجوا من الأزمة. لسبب هو دعا إلى تطبيق المادة السابعة والثامنة والتمسك بالمادة السابعة والثامنة. المادة السابعة والثامنة، هذا لماذا يطلب المادة السابعة والثامنة؟ الإرادة الشعبية. الإرادة الشعبية لأن هناك عزوف على الانتخابات. هل ممكن أنك تنظمي انتخابات بدون شعب؟ هل يمكن تنظمي انتخابات 4 جويلية؟ طيب هنا الطبقة السياسية رفضت، المترشحين ما كانش حتى، وفيه مطالب من الشعب بعدم إجراء الانتخابات. هذا هو الانسداد السياسي. الانسداد السياسي هذا كان متوقع. لماذا؟ لأن مادة 102 جات وحدها. نعم. ما رافقتهاش مبادرة سياسية قوية. والمبادرة السياسية قوية، أنت تعرفي اليوم احنا عندنا رئيس دولة، ما عندناش رئيس جمهورية. يفتقد إلى شعبية لأنه مش منتخب بحكم الدستور. هو في دوره الدستوري الرئيس الحالي. هو في دوره الدستوري. ولكن دور الدستوري محدود في المدة، أول 3 أشهر، ثانياً محدود في الصلاحيات، ما ينجمش يأخذ أي قرار. نعم. طيب ما هي قراءتكم لموقف المؤسسة العسكرية في التمسك بإجراء الانتخابات في 4 جويلية وتأسيس هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات؟ أكيد هي في دورها الدستوري نفس الشيء. عندما واحد يقول لك لازم تنظم الانتخابات، سواء كانت المؤسسة العسكرية أو رئيس الدولة الحالي يقول لازم ننظموا الانتخابات، اكيد لازم تنظم الانتخابات، راك في دورك الدستوري، لان الدستور يقول 3 أشهر بعد استقاله الرئيس نظم انتخابات جديده. ولكن في الميدان في الحقيقه يستحيل تنظيم الانتخابات. انا باش تنظمي الانتخابات ما يكفيش انك الجزائريين يروحوا البلديات يخرجوا البطاقه تاع منتخب، لازم تكون الظروف كلها ملائمة لإجراء الانتخابات. تنظيم الانتخابات. نعم. طيب راح نبقاو في، اسمحي لي، لان المناخبات الانتخابات أولا المناخ لازم يكون مهم، الظروف اللي تجري فيها. ثانيا نسبة المشاركة مهمة كثير، هي اللي تعطي مصداقية الانتخابات. تصور انتخابات فيها نسبة المشاركة 4 ولا 5، ماهيش انتخابات. نعم.
مش انتخابات، لان احنا انا مزعج شيء ما من الخطاب حول الدستور. احنا كل دستوريين في الجزائر، شكون خرق الدستور الاول؟ رئيس الجمهوريه. نعم. عندما قرر تاجيل الانتخابات، تصوري ما كانش دوله في العالم رئيس الجمهوريه يجي ويقول لك ناجل الانتخابات. لو ديريها في دوله ديمقراطيه يتبعوك قضائيا، لانك مسيتي بالنظام الدستوري. الدستور يقول لك الانتخابات كل 5 سنين. كيفاش يجي رجل سياسي رئيسنا او واحد اخر ويقول انا ناجل الانتخابات؟ على اي اساس تاجل الانتخابات؟ هذا نظام دستوري. المساس بالنظام الدستوري جنايه في كل دول العالم. نعم. لو جرات هذه في بلد ديمقراطي كان رئيس الجمهوريه يلقى نفسه امام المحكمه. لكنها يعني كانت شي مره في وقت سابق و لا، ولكن وتم الخطاب حول الدستور، لان اليوم احنا جزائريين يعني لم يكن هناك اي رد فعل من الطرف السابقه السياسيه. يعني المرحله مضت وتم تعديل الدستور وتمديد عهده الرئيس لعده مرات. شوفي سيدتي، نعم. هل المشكل تاع الجزائر اليوم مشكل دستوري او مشكل سياسي؟ هل الدستور يخدم الجزائريين ولا الجزائريين لازم يخدموا الدستور؟ نعم. لازم نخرج من هذا الاشكال. من وقتاش الجزائر وهي تخدم الدستور؟ هي وقت الدستور وظفوه منذ الاستقلال للوصول الى السلطه، للبقاء الى السلطه، وعندها دستور رئاسوي. احنا تعرفي الدستور تاعنا الجزائري يعطي صلاحيات كبيره لرئيس الجمهوريه. نعم. وبناء على ذلك تم تمديد العهدات السابقه. خلينا نبقاو فقط في ما فيش اليات الدستور تاعنا. نعم. المشكل تاعنا ما فيش اليات باش تحل المشاكل. ما عندناش اليات، موش دستور. لذلك وصل الحال الى ما نحن عليه الان. موش دستور فيه التوازن بين السلطات. اذا تحبي دستور يحل المشاكل تاع البلاد كي تكون في ازمه، لازم يكون هذاك الدستور فيه توازن بين جميع السلطات. السلطه ما تطغى على اختها، مثلا الدوله ما تطغاش على العداله. السلطه التشريعيه تكون هي اللي تراقب الدوله. الدستور لحل الأزمات، الدستور لحل المشاكل، إن شاء الله هذا يكون في المستقبل. يعني الجزائر يعني هنا تحاول أن تقول أن الجزائر وجدت أو ستجد لنفسها حلول خارج الدستور في المرحلة الحالية وفي المرحلة المقبلة؟ تبقى في روح الدستور. تبقى في روح الدستور. تعرفي شكون اللي يخلق الدستور؟ شكون اللي يخلق القانون؟ هو الشعب اللي يخلق القانون. يعني الشعب اللي يخلق الدستور، مش الدستور اللي يخلق الشعب. فبالتالي وهذا ما ورد في رسالة الجزائر. أهم 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 من الدستور. الدستور قانون وضعي حطوه الرجال، ماهوش مقدس. والدليل على ذلك ما سمحناش باش نخرجوا من الازمه. دليل على ذلك واحترمنا الدستور الى حد الساعه. مليح انك تحترم الدستور. خلينا سيد رحابي نتحدث بصراحه. هنا تقول انه تحاول ان تقول انه في المرحله القادمه او لايجاد حلول يجب عدم التقيد بالدستور. لا نقول في المرحله لا في الظرف الحالي. يعني في الظرف الحالي. نعم اكيد تبقي في روح الدستور. مش في النص الدستوري. هناك النص الدستوري وهناك روح الدستور. خلينا في قراءة لينة، قراءة تخدم مصلحة الشعب. خلي هذه المبادئ الدستورية تخدم الشعب مش العكس. وظف المبادئ الدستورية في صالح الشعب، وظف المبادئ الدستورية للخروج من الأزمة، وظف المبادئ الدستورية للخروج من الانسداد. خلينا شوفي احنا ما بقوش راهين في الدستور. نعم. هذا الطرح مخيف. يعني هذا الطرح الجزائريين عمر ما هضروا على الدستور. نعم. درك الان اصبحنا كل نهضروا غير على الدستور. هذا مخيف. احنا راهينه الدستور الان. عوض ان نقول هيا نجتهد، هيا نلقاو حل سياسي، نبقى في روح الدستور. يجب تكييف الدستور مع متطلبات الشعب. يعني بعبارة أكيد. صريحة ومختصرة. لا لا لا، خلينا لازم الدستور يخدم الشعب. طيب خلينا نبقاو في 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 رسالة القيد صالح قبل يومين ونفصل أكثر في هذه النقطة. ورد أيضا في أطراف الرسالة أنه أو في فحوى الرسالة أنه أطراف تريد إطالة عمر الأزمة. من هي هذه الأطراف في رأيكم؟ هذا السؤال يطرح القيد صالح مش لي أنا. لأن ما طيب. هو ما عينش الأطراف. أنا أقول لك حاجة. هناك مقاومة كبيرة ضد التغيير في الجزائر. والمقاومة ماهيش في الشعب، حتى إذا كانت المقاومة في الشعب تكون صغيرة. من يقاوم؟ المقاومة تلقاها عند القوى السياسية، تلقاها عند نسبة من النخب، وتلقاها أساسا داخل الدولة. في الأحزاب تلقاها وتلقاها داخل الدولة. نعم. الناس ما عندهاش مصلحة أن نخرج من نظام غير ديمقراطي وندخل في نظام ديمقراطي. هذا هو الإشكال اليوم في الجزائر. المقاومة ضد التغيير داخل المؤسسات مقاومة قوية. الدليل على ذلك حتى رئيس الأركان يقول يلمح أن هناك مقاومة في محاربة الفساد. نعم. ولكن احنا هذا عندنا 20 سنة وحنا نقولوا فيه أن الفساد مؤسس له سياسيا. تعرف أنت الفساد ما يكونش إذا ما كانش
سياسيين فاسدين، لأن السياسيين هم اللي يعطيوا التغطية للفساد، والسياسيين هم اللي يحكموا يوظفوا العدالة. السياسيين أنا موافق هذا الشعور أن هناك مقاومة ضد التغيير وضد الإصلاحات، مقاومة قوية في الجزائر. طيب هنا سيد رحابي، هنا تحملون السلطة السياسية مسؤولية تفشي الفساد في البلاد، وقلتم أنكم تتخوفون، قلتم سابقا أنكم تتخوفون من حالة القضاء في الظرف الحالي. ما هو موقف السيد رحابي من متابعة مسؤولين من العهد السابق في قضايا فساد في هذه المرحلة وبهذا الحجم؟ هي ربما سابقة في تاريخ الجزائر السياسي، ولكن في ذلك هي دليل أن عندما تكون الإرادة السياسية ممكن تحاربي الفساد، لأن ما حاربناش الفساد 20 سنة، وثم فجأة اكتشفنا أن هناك فساد وأن هناك مفسدين. هذا يعني أن هناك حقيقة إرادة سياسية. كي تكون الإرادة سياسية، وكي تكون القوانين تحمي القاضي، وكي تكون القوانين تحمي حتى المتهم، لازم تحمي حتى المتهم عنده حقوق، عنده حقوق لازم تحافظ عليها، وتكون القاضي يحكم بضميره بحياد وحسب القانون، ويعرف أن السلطة السياسية تأيد فيه، هذا يصبح محاربة الفساد ممكن. ولازم تحاربي المفسدين. يعني حقيقة يعني خطوة مهمة التي قام بها القضاء في تاريخ الجزائر أكيد السياسي. أكيد خطوة مهمة. ولكن دل على كذلك على حاجة، أن لازم الإرادة السياسية باش تحاربي الفساد. وحاليا ربما ما رأيك؟ الإرادة السياسية متوفرة الآن في محاربة الفساد. ولكن ما لازمش تكون مرحلية، شوفي مبدئيا. ما تكونش انتقائية، ما تكونش مرحلية، ولازم تكون شاملة. كل قضايا الفساد دون استثناء. وبعدين إن شاء الله في النظام الديمقراطي اللي يجي جديد تكون أسهل، لأن في النظام الديمقراطي محاربة الفساد تجيك أسهل، لأن العدالة تكون مستقلة، لأن الصحافة تكون مستقلة. ما كانش محاربة فساد دون حرية الإعلام وحرية الرأي، مستحيل. ما دام الإعلام موش مستقل بالدرجة اللي نحبوها احنا الجزائريين. سنناقش نقطة الإعلام، عندنا محور خاص بواقع الإعلام اليوم في الجزائر. خلينا نبقى فقط في الوضع الراهن. لم يبقى إلا حوالي شهر ونصف على انتهاء مهمة سيد بن صالح الدستورية، من له الأهلية الدستورية لقيادة المرحلة القادمة؟ يعني نحن في سباق مع الوقت. لا، نحن في انسداد سياسي. انسداد سياسي اللي عنده مسؤولية بعد أسبوع 3 أيام ولا 4 أيام هو المجلس الدستوري. نعم، المجلس الدستوري سيقرر باستحالة تنظيم الانتخابات، اللي لازم هو اللي يدير فتوى. هو اللي فهمنا يعني ما فيش مجال لإجراء الانتخابات في المرحلة المقبلة درك بعد أيامات. المجلس الدستوري هو يلاحظ، أكيد أنه راح يلاحظ استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية. نعم، من مسؤوليته، لأن احنا تشوفي قزمنا كثير المجلس الدستوري في كل دول العالم. المجلس الدستوري موش ينظم الانتخابات ويعطي النتائج فقط، هو يحاول يحافظ على التوازن بين السلطات في النظام. وعنده دور مهم كي تكون أزمة كما هذه، لازم يدير فتوى دستورية. يقول لنا هذا المجلس الدستوري مادام ما كانش انتخابات، مادام الجزائريين ما مش راح يصوتوا، مادام حتى المترشحين ما كانش، لازم يلقى حل دستوري. يعني هل تتوقعون من أن يقوم المجلس الدستوري بإعلان حل في الفترة المقبلة؟ يعني أو يقوم بمبادرة في الفرحة المطرة؟ هذه من مهام تاعه، من مهام تاعه المجلس الدستوري. للأسف الشديد المجلس الدستوري الجزائري كي تشوفي الدستور عنده صلاحيات كبيرة. ولكن في الواقع واش عرفنا من المجلس الدستوري الجزائري؟ يجيو المترشحين يحطوا الاستمارات ويعلن عن النتائج. هذا هو المجلس الدستوري الجزائري كيفاش يمشي. مع أن الصلاحيات تاعه من المفروض أكبر من ذلك، تشوفي قانونيا هو أكبر من ذلك. في كثير من الدول عندهم محكمة دستورية. محكمة دستورية على مستوى المحكمة العليا. يعني في حال استمرار حالة، خلينا نبسطوا الأمور باش نفهموا أكثر. مش بسيطة الأمور، في حال استمرار يعني نبسطوا اللغة إذا صح التعبير. في حال استمرار الوضع إلى ما هو عليه، يعني الحل هو في يد المجلس الدستوري؟ أكيد هو الوحيد الذي سيفصل في هذه إذا تحبين نقعدوا في القانون. إذا تحبين نقعدوا في الدستور،
الحل يبقى عند المجلس الدستوري، لان الطبقه السياسيه اذا تقولوا لي في السياسه احنا اقترحنا اكثر من حاجه. ماذا عن خارج الدستور اذا؟ احنا اقترحنا اكثر من حاجه. اقترحتم هيئه، تشكيل هيئه رئاسيه. احنا اقترحنا اولا، المعارضه اقترحت 2014 انتقال ديمقراطي متفاوض سلس تدريجي مع السلطه. نعم. ورفضت السلطه، رفضت السلطة لأن البترول كان ب 140 دولار وكانت السلطة قوية. الوضع غير الوضع سيد رحابي، اليوم نتحدث عن الوضع الراهن، دعوتم إلى تأسيس هيئة رئاسية، من بإمكانه الإشراف عليها؟ لا، احنا ما نعينش شخصيات أو نتفاوض، احنا المبدأ، احنا المبدأ أن قلنا الجزائريين رافضين رئيس الدولة. نعم. رئيس الدولة في دوره الدستوري، هو جاء على أساس الدستور. نعم. ولكن الجزائريين رافضين، فبالتالي انا نسمع الجزائريين، نسمع الشعب تاعي رفض بقوه. نعم. بقى الحل، الحل السياسي، الحل السياسي، الحل السياسي هيا نتفاوضوا عليه، هيا نحكيوا عليه، ما نبقاوش انا نجي نصرح، يجي الاحزاب يصرحوا، يجي رئيس الاركان يصرح، يجي رئيس الدوله. تعرفين انت رئيس الدوله الى حد الساعه ما كانش مجلس الوزراء، رئيس الدوله ما دارش خطاب سياسي واحد الى حد الساعه. فبالتالي أنا كرجل سياسي من جيني الإشارات ما عدا الخطاب تاع رئيس الأركان، الإشارات سياسية. حنا نقولوا الحل السياسي ممكن، ولكن لازم نحكيوا عليه هذا الحل السياسي. لازم كانت فيه دعوة لإجراء مشاورات في ندوة سيد بن صالح، وكان فيه يعني ما كانش، ما لم تلقى القبول الكافي. الموالاة ما راحتش لهذيك الدعوة، تصوري تصوري الموالاة ما حضرتش الاجتماع، وسيد بن صالح في حد ذاته هو ما حضرش الاجتماع هذاك. لأن وعلاش؟ أولا جدول الأعمال، ثانيا سلطة السيد بن صالح. حتى المعارضة ترفض أنها تتفاوض مع السيد بن صالح، مش كشخصة، كرئيس دولة، مش كشخص، مش كشخص، ما نحكيش على الشخص. خليني سيد رحابي، أنت قلت أنه نحن بحاجة إلى إجراء يعني يكون فيه تفاوض أو لقاء مع الطرف الآخر، كان معارضة أو طبقة سياسية على حد سواء. كان فيه فرصة من خلال ندوة سيد بن صالح، قلنا أنه هذه الفرصة ما راحوا لها لا الموالاة ولا المعارضة، ولا كان فيها يعني نوع كان فيها غيابات كثيرة، حتى لا أقول مصطلح آخر. قلتم أننا بحاجة إلى جلوس كل الأطراف على طاولة واحدة، هنا كانت فيه فرصة، وتقولون أننا بحاجة إلى الجلوس. كيف تبين أو كيف تزيل الغموض؟ لا، ما هي الحدود بين الموقفين؟ هذاك الإطار، هذاك الإطار اللي اقترحه السيد بن صالح. هو اقترح إطار أنا باش نتحادث حول هيئة لتنظم الانتخابات. احنا عندنا درنا اقتراح، درنا اقتراح بما في ذلك السيد بن صالح، درنا اقتراح على هيئة التي تنظم تشرف وتراقب الانتخابات عوض أن تديرها الإدارة. لأن الإدارة امتداد مباشر للسلطة السياسية، هذه معروفة. حتى هذا مش خطاب المعارضة، هذا خطاب الموالاة اليوم. نعم. يقول لك اسمحوا لنا، يقول لك الانتخابات اللي جرت من قبل ما تعبرش على حقيقة الإرادة الشعبية. شوفي يا سيدتي، تعرفي الإشكال اللي عندنا في الجزائر، وهذا ليس بالجديد، مانيش نحكي على عهد بوتفليقة، منذ الاستقلال عندنا إشكال تاع الشرعية. الناس اللي تمارس السياسة، النائب موش منتخب، رئيس البلدية في أغلب الأحيان موش منتخب، كي تفتقد للشرعية مش ممكن تهضر باسم الشعب، لأن ماكش موش الشعب اللي ينتخبك. هذا هو الإشكال اللي حصلنا اليوم. احنا عندنا أزمة شرعية تاع المنتخبين وأزمة شرعية تاع المؤسسات. كيفاش نفوت هذا؟ كيفاش نخرج من هذه المشكلة؟ نمر من الوضع اللي عايشينه، في أزمة انتقال السلطة أيضا أكيد. كيفاش نمر إلى نظام نظر فيه انتخابات شفافة، الصوت تاعك ما يتسرقش، ورئيس البلدية يكون الممثل تاعك الحقيقي. هذا هو الانتقال الديمقراطي. هذا لا يعني أن ممكن تنظيم الانتخابات يأخذ وقت صغير، 6 أشهر، ولكن هذا الشيء اللي نحكي لك عليه أنا ممكن يأخذ أكثر من ذلك. احنا عندنا أزمة طبيعة النظام، الجزائريين ما يمنوش بالنظام تاعهم. الجزائر تراكمات، شوف الجزائر أزمة ثقة، الجزائر لازم تبنيها، ماهيش الدولة تبني سلطة، تبني الدول، تبني الجزائر للجزائريين، تبنيها مع الجزائريين. مساهمة الجزائري في السياسة، هذا هو لب المشكل. اليوم كاين انسداد، ولكن الجزائريين يخرجوا بالملايين ويعطوك رسالة سياسية واضحة، ها واش نحب، ها واش ما نحبش، وكل مطالب سياسية، وكل مطالب ماهيش تعجيزية. الدليل على ذلك احنا
منا ربع جويلية يصبح ما عندناش رئيس. لكن أيضا سيد رحابي قلت أن المطالب ليست بتعجيزية، لكن الواقع أنه سقف المطالب إلى حد الآن هو غير محدد، يعني كل أسبوع تتزايد المطالب، كانت من عدم من العدول عن العهدة الخامسة تطورت بعد ذلك وصلت الآن حتى إلى عديد المطالب، يعني لا يمكن تحديد سقف المطالب. كيف يمكن أن تلبى المطالب؟ خلينا نحكي عن المطالب الحقيقية السياسية. الجزائريين خرجوا ضد الفساد، خرجوا ضد العهدة الخامسة، نعم، والآن يقول لك حنا ما نحبوش رمول الفساد. هل الجزائريين عندهم حق أم لا؟ الدليل على ذلك شوفي المحاكم، محاكم وشكون فيها؟ فيها سياسيين، وحتى رجال المال والأعمال اللي فيها عندهم علاقة بالسياسيين، فبالتالي الفساد سياسي. سقف المطالب تاع الجزائريين هي مطالب سياسية مش تعجيزية. يقول لك فقط نحب دولة ديمقراطية، نحب دولة شفافة، نحب دولة ننتخب فيها، نحب دولة نراقب المال العام. عندما الجزائري ينهض الصباح ويشوف أن الفساد وصل آلاف المليارات فيتسأل، يقول كيفاش نراقب المال العام خارج النظام الديمقراطي؟ النظام القديم ما راقبش المال العام، استعمل المال العام وكأنه مال خاص. هذه أزمة نظام. وش نقول لك؟ ما نقولكش أنا لازم نبقى في هذا الخط، نقول لك لازم نخرج مع بعض من هذه وندخل في مرحلة جديدة، ننظم انتخابات، وين الجزائريين ما يسرقولوش صوته، وين الجزائريين ما يسرقولوش أمواله. هذا هو المشكل الحقيقي اليوم. طيب ألا ترى أنه من الضروري الآن تمثيل الحراك؟ لا 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 لا، انا اعتقد حتى يكون الامر يعني بشكل منظم ويكون في الجزائريين خرجوا بالملايين بشكل واضح او افضل. الجزائريين خرجوا بالملايين، مش ممكن هالملايين اللي خرجت تعين لك واحد باش يمثلها، ولكن عندها برنامج. هي احنا عم بالنا بالجزائريين واش يحبوا، يقول لك هاني واش نحب، كل جمعه يقول لك واش نحب، المطالب تاعهم سياسيه. لكن كيف يتم اشراكهم في المشاورات مع بهذا الكم كما تقول بالملايين؟ انا كنت اقترحت قبل شهرين، قلت للجزائريين اللي يخرجوا بقوه، خاصه الطلبه، لماذا؟ لان الطلبه مهيكلين. الجزائريين اللي يخرجوا بقوه هذا، نعم، لازم ينظموا نفسهم كقوه سياسيه. يا اما دير حزب او دير منظمه ولا دير نقابه، ولا تدخل في الاحزاب والمنظمات اللي موجوده. هما حرين. انا ما عنديش راي في الموضوع، كل واحد حر يدير واش يحب. باش تولي قوه سياسيه، باش تشارك في الانتخابات، باش تدي البرلمان، يعني باش تدي البلديات، باش تدي الرئاسه. هل ضيق الوقت يسمح بانخراط الشباب او انخراط المجتمع في الاحزاب ولماذا أو في السياسه؟ ولماذا نتسرعوا ونحبوا نديروا الانتخابات في شهر او شهرين وثلاث شهور؟ وعلاش ما نعطيش الوقت للجزائريين انهم ينظموا نفسهم، يهيكلوا نفسهم، يتنفسوا شويه؟ ها هذا مهم. وعلاش حاطين الجزائريين تحت ضغط ستريس مستمر ونحبوا ندخلوهم في السياسه؟ ما يدخلش الواحد في السياسه بالاكراه، يدخل في السياسة كيريح بعقله ويخير حزب سياسي، يخير منظمة. الطلبة يكونوا قوة سياسية ضاربة، الطلبة قوة سياسية، ينجموا يخرجوا رؤساء بلديات، يخرجوا نواب، يخرجوا رئيس، يخرجوا وزراء، من حقهم. لأن عندما تخرج مش باش تغير السلطة أو تغير الوجوه، تخرج باش توصل للسلطة. أنا أدعو الطلبة إلى الخروج من أجل الدخول إلى السلطة، باش تأخذ السلطة، مش باش تجيبها لواحد اخر. ما تجيبها ليش لي انا؟ ويكون كيف نفسك. يكون ذلك؟ يعني كيف يكون ذلك؟ يدخل في العمل السياسي، الانخراط في العمل السياسي. أكيد. وهل يمكن ان ينخرط كل الشعب الجزائري في العمل السياسي لايصال مطالبه؟ كل دول العالم، كل شعوب العالم تدير سياسه. شوفي نسبه المشاركه في الانتخابات في اوروبا الان في الثمانينات، تراجعت في واحد الوقت ولكن في الثمانينات، لان هذه المجتمعات وصلت الى قناعه انك تغير شيء في بلادك عن طريق الصندوق. نعم، عن طريق الصندوق. الجزائريين حبوا يغيروا بلادهم، حبوا بلد أقوى، حبوا بلد فيه عدالة، ولكن هذه تجي تمر عن طريق السياسة. نعم، بعثوا رسالة واضحة. الطبقة السياسية فهمت الرسالة تاع الجزائريين اللي خرجوا بقوة، فهمت المطالب تاعها. الأحزاب الآن تحاول تكسب الشارع، من حقها. النقابات فيها، يبقى أن الجزائريين، أنا نأكد كثير على الطلبة لأنها نخبة ولأنهم موجودين بقوة، لأنهم عندهم قوة التنظيم، لأنهم واعيين بالظرف الحالي. كيفاش يوليوا هادم الجزائريين اللي خرجوا يوليوا قوة سياسية؟ كي يوليوا قوة سياسية الجزائريين، كيروحوا يعبروا على الآراء تاعهم، يخرج النظام اللي يحبوه هما. هذا الشيء ألا يطيل في عمر الأزمة؟
ولكن الازمه انا نحاول ننقل كل ما يمكن ان يتساءل به خارج هذا البلاتو، نحاول نبسطه بعبارات بسيطه. تطلب الانخراط في العمل السياسي وانخراط الطلبه، هذا رايك ودعوه الطلبه الى الانخراط في العمل السياسي وحتى الشعب؟ دعوه كل الجزائريين، كل الجزائريين. الا يشكل مشكل عدم التاطير، او الا يشكل يعني الوقت اللي تتم فيه الانخراط في العمل السياسي وقت، الا يشكل ازمه او سبب في اطاله عمر الازمه؟ شوفي سيدتي، أنا هذه حكاية تأطير الحراك ما نؤمنش بها. نقول لك علاش. أولا هذا الحراك أفقي، ما كانش تجربة في العالم، ملايين تاع الناس خرجوا، يجي واحد ينصب نفسه ممثل تاع أحد من الجزائريين، هذا أنه أفقي موش عمودي. كل ما هو أفقي يذوب في المجتمع، يذوب في العمل السياسي والعمل الاجتماعي تاع المجتمع. ثانيا، عندما واحد يقول لك خلي الحراك يعين الممثلين تاعه، يا إما يحب يطول في عمر الأزمة، يا إما يحب يدير التفاف حول الحراك. التفاف حول الحراك مهم، يا إما لتأسيس لاستحالة وجود حل سياسي. نعم. قال الحراك ما نظمش نفسه، خلي دار لقمان على حالها. لا، العمل السياسي ممكن، فقط أن تكون رؤية، تقول الجزائريين مثلا تؤجل الانتخابات لمدة معينة، ادعوكم لتفعيل العمل السياسي، وخلي الجزائريين يثقوا فيك، مسألة ثقة كذلك. نعم. بين السلطة والشعب، يثقوا في كيفية تنظيم الانتخابات. نعم. تتنظم الانتخابات، الجزائريين ما يثقوش إلى حد الساعة في الآليات اللي تنظم بها الانتخابات. الدليل على ذلك نسبة المشاركة في الانتخابات ضعيفة كثير، والمنتخبين كل عندهم أزمة شرعية. أعطي وقت الجزائريين ينظموا نفسهم، أعطي وقت الجزائريين يولي يثقوا في المؤسسات، استرجع الثقة بين الشعب وحكومته، وتنجم تدير انتخابات مش قبل. تقدر تدير انتخابات. هناك من يقول أن المؤسسة العسكرية لا يمكنها أن تحيد عن مهامها الدستورية والانخراط في العمل السياسي وتنظيم مشاورات سياسية، ما رأيك سيد رحابي؟ أنا ما قلتش المؤسسة العسكرية. أنا قلت هناك من يقول، أعطينا تعليق حول هذا الطرح. أنا ما عنديش تعليق، نقول لك فقط أن الآن المؤسسة العسكرية هي في صلب السياسة. في صلب السياسة، هذا راجع إلى الأزمة اللي عايشينها اليوم احنا. الأزمة اللي عايشينها اليوم هي اللي رجعت المؤسسة، الأزمة السياسية هي اللي خلت المؤسسة العسكرية تدخل للسياسة، الأزمة السياسية. والتاريخيين في الجزائر السياسيين هم اللي دخلوا العسكر في السياسة ويوظفوهم في السياسة. نعم. يا إما للاستقواء، يا إما للتخويف، يا إما اللي يقول لك أنا يا رئيس قوي ما دام الجيش معايا. أنا رأيي في الموضوع شخصيا، نهار نخرجوا من الأزمة هذه، نهار نخرجوا من الأزمة إن شاء الله، عن قريب نخرجوا من الأزمة إن شاء الله، أن المؤسسة العسكرية تبقى في مهامها الدستورية. نعم. وتبدأ تدريجيا السياسة وترجع للمهام الدستورية. لماذا قلت لك نقول لك هذا الشيء؟ لأن باش تحافظي على الإجماع الوطني حول المؤسسة العسكرية لازم تبدأ عد على السياسة. إذا دخلت المؤسسة العسكرية في السياسة يبقوا الجزائريين يوميا يتكلموا على الدور، ما تكون موافقة ولا ما تكونش موافقة، فبالتالي تخلق نقاش حول الدور اللي تلعبه المؤسسة العسكرية في السياسة. عندما تخلق نقاش حول الدور تاعها تكسري الإجماع الوطني حول السياسة الخارجية. كاين إجماع وطني مقدس لازم يكون حول السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية. احنا في أزمة حالية، أعتقد النقاش حول المؤسسة العسكرية مش مهم في الظرف الحالي، لأن الدستور المقبل والنظام السياسي المقبل هو اللي يحدد دور الجيش. نعم. موش درك في الأزمة ما تحديش الدور، هذا عنده دور عنده علاقة مباشرة بالأزمة. نعم. احنا في حال الوضع يفرض علينا ذلك، الوضع الحالي يفرض ذلك، ولكن هذا النقاش يكون بعد ما نخرج من الأزمة هذه. طيب هنا سيد رحابي، بين دعاة المرحلة الانتقالية وهذا طرحكم، وتمسك تمسك الحكومة والمؤسسة العسكرية بالخيار الدستوري، ألا توجد صيغة توافقية تجمع بين الطرحين؟ والله أنا أشوف الغريب في الجزائر، عمالك حنا في الجزائر عندنا أزمة مصطلحات. أولا الجزائريين خرجوا بالملايين، خرجوا بقوة، مطالب تاعهم سياسية سلمية سابقة في تاريخ الإنسانية هذا، ولكن كيفاش نقولوا احنا الجزائريين نسموها حراك، يعني قزمناها، احنا نعرفوا نقزموا. احنا عايشين مرحلة تاريخية مهمة. عندما طرحنا إشكالية الانتقال الديمقراطي
سياسيا رفضت من طرف السلطة. ما هو الانتقال الديمقراطي؟ كان كثير تجارب انتقال ديمقراطي في العالم. هو الانتقال من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي. هذا يحتاج فترة، يحتاج آليات، يحتاج اتفاق سياسي، يحتاج تنازلات كبيرة من كل طرف. لأن يعني السياسة تنازلات كذا. موش انك تتعصب. يعني لأجل المصلحة العامة يجب أن تكون فيه تنازلات من كل الأطراف. فبالتالي لماذا هذا كلمة الانتقال الديمقراطي تخوف؟ الشيء اللي من المفروض يخوف هو انعدام اتفاق سياسي بين كل قوى سياسية في الجزائر. هذا هو المخيف. هذا هو حقيقة. طيب أعطيني الصيغة التوافقية، لأنه ما بقاليش الكثير من الوقت، نحاول أني نناقش معك عدة نقاط. أعطيني، ألا يوجد صيغة توافقية بين الطرحين، بين الحل الدستوري والمرحلة الانتقالية؟ أكيد أكيد هو موجود حل. إحنا قلنا هذا كي بدأت 102 هذا مليح. نعم ناقص. لازم يساندوا حل سياسي حقيقي. ولكن المشكل في الجزائر اليوم من الانسداد الحقيقي أن ما تلقاش معي تتفاوضي في السياسة. الطبقة السياسية ترفض أن تتفاوض مع رئيس الدولة. خلينا نعم. مهم هذا كثير. شوفي الانسداد من جاء. احنا خلقنا باب، يعني خلقنا باب كبير. لكن الطبقة السياسية هي اللي كانت، أو المعارضة هي اللي كانت تنادي بفتح حوار مع الدولة، وهذا ما قلت قبل قليل منذ سنوات. الآن جاءت الفرصة. تتفاوض مع الدولة. الآن جاءت الفرصة. تتفاوض مع الدولة، ما تفاوضيش مع رئيس يروح بعد شهر. طيب الآن جاءت الفرصة ومقترحكم هو تأسيس هيئة أو فتح مشاورات لإيجاد حل راهن. هل تعتقد أنه بإمكان المعارضة حاليا التوحد أو الالتفاف حول موقف موحد؟ يعني أن يكون لها موقف موحد حول الوضع الراهن. أولا احنا في الجزائر عندنا ثقافة الحزب الواحد. فبالتالي نحبوا حتى المعارضة تهضر بصوت واحد. هذا مستحيل. المعارضة مش حزب. مش حزب واحد. المعارضة حساسيات، أحزاب، شخصيات مستقلة، نقابات، ولكل طرحه، وللأحزاب دور مميز في المعارضة. ولكن الأحزاب تخضع للقيادات تاعها، ما تخضعش للأوامر تاع المعارضة. كل حزب تقول له مثلا المرحلة الانتقال الديمقراطي 6 شهور أو 3 شهور، لازم يرجع للقيادة تاعه. كيفاش التصور تاعك حول المرحلة الانتقال الديمقراطي؟ يرجع للقيادة تاعه. ولكن التصور العام اليوم إن هذا الانسداد السياسي متوقع، ولكنش ما كانش عمل سياسي باش نخرج من الانسداد السياسي. تعرفي احنا واش عايشين الوضع تاعنا اليوم. رئيس الدولة لا يخاطب الجزائريين ولا يخاطب الطبقة السياسية. نعم. رئيس الأركان يخاطب الجزائريين ومازال ما عطاش، عنده موقف من الوضع السياسي الحالي دون اقتراح ما بعد 102. بقينا في 102. احنا نقولوا 102 غير كافي. فقط. مع أن قيادة الأركان مازالت في 102. ما خرجتش كثير من 102 وبقات في الدستور. خلينا نعملوا في روح الدستور، مش برك في النص الدستوري. أعتقد هذه هي الإبداع السياسي وين يبدأ. أن عندما نبدأ نخدم على روح الدستور، لأن الجزائريين حتى لو تخرق الدستور وتلقي لهم حل مش مشكل. إحنا ما يبقاش الخطاب دستوري محض. إذا بقينا متمسكين بالدستور ما نخرجوش من الأزمة. لأن هذا دستور أزمات، مش دستور حلول أو الخروج من الأزمة. طيب هنا نروح لنقطة أخرى سيد رحابي، نقطة مهمة جدا في هذا الوضع، وهي دور الإعلام. سيد رحابي من أي زاوية ينظر إلى أداء الإعلام العمومي قبل وبعد 22 فبراير؟ أتحدث هنا عن وسائل الإعلام العمومية. أنا بطبيعتي ممكن بتكويني أنا الناس اللي يمنوا بالمهمة المقدسة للإعلام العمومي. أنا في تقديري الشخصي الإعلام العمومي لازم يكون هو القطيرة تاع الإعلام في الجزائر. ولكن باش يكون هو القطيرة لازم يكون مثالي، لازم يكون عنده مصداقية، لازم يفتح القنوات تاعه لكل الجزائريين. ما نجمش يكون عندك إعلام عمومي ما يفتحش القنوات تاعه للدولة، للمعارضة، للخبير، للشارع.
طيب بعد 22 فبراير هل فيه يعني تطور في أداء الإعلام العمومي؟ هذا دليل كذلك أن التطور في الإعلام العمومي يجي على أساس الإرادة السياسية. سيد رحب بك وزير اتصال سابق، لهذا أنا أناقشك في هذا اللفت. الإرادة السياسية، أنا من الناس اللي يؤمنوا بالحرية. نعم. اللي يؤمنوا بحرية الإعلام، اللي يؤمنوا بأن حرية الإعلام هي تؤسس إلى دولة القانون. ولكن خليني أقول لك في تقديري الشخصي، نعم، لا الإعلام الخاص ولا الإعلام العمومي مهيئ ومستعد أنه يواكب مرحلة انتقال ديمقراطي. شوفي وش نلاحظه اليوم، أن الصحافة العمومية والخاصة راهي في الحدث، نعم، ولكن ما تأسش إلى فكر الانتقال الديمقراطي، أي ما زلت في الإعلام الحدث، في السكوب، في السبق الإعلامي. خلينا هنا نتحدث على وسائل الإعلام العمومية، خلينا من وسائل الإعلام. كيف مش وسائل الإعلام العمومية لا أظن أنها تركز بدرجة كبيرة على سكوب أو شوف الحدث. الإشكال تاعنا، يا إما تركز على السكوب والسبق الإعلامي والإثارة، يا إما ما تهدرش خلاص. خلينا نروحوا للوسط، خلينا هذا الإعلام العمومي. الإعلام العمومي عنده مسؤولية خاصة. لماذا؟ نعم. لأنه ممول من طرف الشعب، من المال العام. الناس تقاضي الرواتب تاعها من المال العام، فبالتالي من حق أي مواطن أنه يكون يعطي رأيه في الإعلام العمومي. الإعلام العمومي لازم يواكب هذا الظرف ويكون الجزائريين، يكون تعرفي التكوين السياسي مهم. لماذا مثلا الإعلام العمومي ما يعطيش إشارات قوية للجزائريين حول تجارب الانتقال الديمقراطي؟ هنا تشير سيد رحابي، فقط أقاطعك، تشير إلى أن الإعلام العمومي لا يقوم بدوره الكافي. لا، هو ما كانش جاهز. لا، ما كانش جاهز. عدم جاهزية. لا، طيب من المسؤول عن ذلك؟ لا مش مشكلة. موش جاهز، لأنه 20 سنة هو سلطة سياسية في يد سلطة سياسية، يعني الإعلام العمومي وظيفة سياسيا. أنت تعرفي حال التلفزيون تاعنا وحال الإعلام العمومي بصفة عامة، خسر مصداقية. عندما الجزائريين يلجؤوا إلى الإعلام الخاص ولا يلجؤوا إلى الإعلام الأجنبي لأن ما لقوش المصداقية في الإعلام العمومي، أنا نامن شخصيا عندي قناعة راسخة أن لو نفتح، لو نعطي الحرية للإعلام العمومي، فيه كفاءات، عنده إمكانيات. خلينا هذا مقترحات، أعطينا اقتراحاتك كوزير إعلام سابق سيد رحابي. مش اقتراحاتي، تجربة عشناها. أعطينا يعني ماذا يقترح سيد رحابي؟ سأكون قاسيا، كاين اقتراحات كثير، سأكون قاسيا حول الموضوع. الإعلام العمومي تراجع بالنسبة للعشرين سنة اللي فات، في 99، في 98، في 97، كان الإعلام العمومي يأثر على الرأي العام أكثر من درك، أكثر من اليوم. مش لأن جات قنوات جديدة، لأن كانت عنده مصداقية. الإرادة السياسية، خليني سيدتي، الإرادة السياسية أساسية. إذا بقى الإعلام العمومي ينتظر أن يجيوا ناس ملاح ولا ناس يمروا بالإعلام باش يتفتح، ما يتفتحش. الإعلام العمومي في نظام ديمقراطي، الضمانات الوحيدة اللي يعطيها لك تاع الحرية يعطيها لك النظام السياسي، موش الأشخاص. قال فلان متفتح على الإعلام درك يعطينا هامش كبير. لازم يعطيها لك النظام السياسي. وتكون هل الإعلام العمومي حقيقة عنده الإمكانيات الآن؟ عنده الإمكانيات البشرية، عنده ناس مكونين، ولكن هل عنده الهامش تاع الحرية؟ هذاك الهامش تاع هل تتصوري يعني تطالب بإنفتاح أكثر؟ خليني نكون مادام تحبي اقتراحات، هل تتصوري حقيقة أن التلفزيون الجزائري تغير منذ 22 فبراير؟ لم يتغير الكثير، تغير أسبوع أسبوعين ورجع عما كان عليه. لماذا؟ لأن داخل التلفزيون الجزائري، داخل الإدارة الجزائرية، داخل العدالة الجزائرية كان مقاومة ضد التغيير. هل هي مشكلة ممارسات؟ مقاومة ضد التغيير، مقاومة، ما زالت ما وصلت لهمش الحرية. مقاومة، هذه إدارة تقاوم، ماذا بها تبقى عما كانت عليه قبل. هذا هو الإشكال تاعنا اليوم. عندما الناس تقاوم، لماذا ما تفتحش التلفزيون الجزائري لكل حساسيات؟ كان مفتوح التلفزيون في 99 كل الحساسيات، يجي كل جزائري يعطي رأيه بروح مسؤولية، يتفاوض، يوصل صوته، ويخلي الجزائري، يخلي الإعلام العمومي يزيد يكسب فضاءات، يولي الناس يمنوه. هل هذا هو السبب الذي جعلكم تغادرون الحكومة كوزير إعلام وثقافة؟ لا، أسباب أخرى مش مهم. هو المهم أن أنا اشتغلت مع رئيس. سيد رحابي تمارس الدبلوماسية وتحاول ألا تجيب، ولكن أريد إجابة واضحة. أنا اشتغلت
أولا أنا عندما كلمني رئيس زروال كنت سفير في إسبانيا واقترع علي وزارة الاتصال لأني كنت قبل ذلك ناطق رسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية. نعم. على أساس أني آمن بالحرية. وكان عندي رئيس جمهورية أنا ذاك رئيس دولة. نعم. ووش رئيس سلطة ما يحبش التمجيد وما يحبش. وبعد تغيرت الأمور. تغيرت الأمور، جاء رئيس ثاني عنده شخصية ثانية، عنده كيفية يتعامل بها مع الإعلام، كيفية تختلف على الكيفية الأولى. أنا ما نجمش نشتغل في ظروف منافية للقيم اللي عندي والمبادئ تاعي، لأني آمن بالحرية. لماذا آمن بالحرية؟ آمن بأن الحرية قد تساهم باش تخلق جزائر أقوى وجزائر فيها عدالة، وكذلك آمن بكفاءات عند الشباب. أعتقد أن الجزائريين لو تفتحين من الفضاءات يكون عندهم أكبر تلفزيون في العالم العربي. أولا نظرا لتاريخنا، نظرا لثقافتنا، نظرا للكفاءات اللي عندنا، ونظرا لموقعنا الجيوستراتيجي مقابلين أوروبا، بوابة أفريقيا، بوابة المشرق. هذا يعطي للجزائر مؤهلات ما كانش عند كثير من الدول. بشرط واحد، أنك تعطي الحرية المسؤولية للشباب. نعم. وتثيق فيهم، تخلق جزائر جديدة. لازم نخلق جزائر جديدة، لازم نبدأ. شكرا جزيلا لك سيد رحابي على الدعوة، على تلبيتكم الدعوة، على كل هذه التوضيحات. يعني الوقت كان ضيق نوعا ما لتطرق إلى عديد النقاط أخرى، ولكن أريد إجابة مختصرة وواضحة. هناك من يتداول أنه ما نفوتوش الفرصة طبعا باش ما نهدروش على هذه النقطة، من يتداول أنه فيه تحضيرات لمؤتمر مزافران 3، هل تؤكد صحة الخبر؟ لا، الفكرة مشات داخل المعارضة، مؤتمر شامل. نعم. كما مزافران الأول والثاني، ولكن ما زالت ما نضجتش. لم تنضج الفكرة بعد. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. إلى اللقاء.